اليسار التي توحد، واش نقدر نقول هذه بدايه لتوحد اليسار على الصعيد الوطني؟ ايوا، نحن نراهن على ان تكون فعلا هذه اللحظه نعتبرها تاريخيه ونفتخرها لحظه تفتح افقا جديدا من اجل تجميع وتحيد اليسار، خاصه ان مكونات اليسار تتفق في يعني بنسبه كبيره حول المواقف السياسيه وحول المسار النضالي وحول المشروع المجتمعي، وبالتالي فقضيه اليسار هي قضيه واحده، هي قضيه الكرامه الانسانيه، هي قضيه الديمقراطيه الحقيقيه، هي قضيه العداله الاجتماعيه، وهي قضيه المساواه وطبعا حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا. اذا نعم، نراهن على ان يشكل المؤتمر فعلا محطه نوعيه في هذا المسار. ميلاد يسار يعني موحد على الصعيد الوطني تعرف واحد المخاط كبير، علاش تقريبا اليسار ما قدرش يتوحد بواحد بطريقه سريعه؟ اليسار معروف بجدالته القويه، معروف بنقاشته التي لا تنتهي، ولكن هذا يعكس نوع من الغيره الكبيره على قضايا الشعب المغربي وعلى مستقبل الشعب المغربي، ولكن في نفس الوقت يعني اليسار الان في حاجه الى تجميع صفوفه وتوحيد طاقته فعلا لان يسترجع مكانته في المجتمع المغربي، تلك المكانه التي لا كانت له في السبعينات والثمانينات والستينات من القرن الماضي. من جهه وحيوى التحرر من جهه اخرى، كنا دائما كنعتبروا ان اندماج تنظيمات فدارات اليسار هو لبنة اولى نحو اعاده البناء. فاليوم احنا في محطه تاريخيه اكيد، وهي بدايه لاعاده البناء، وكذلك كيف اننا نشتغلوا في مستقبلا. ان المرحله المقبله مرحله انتقاليه عندهم واحد سنتين، وهي مرحله تاسيسيه، ولكن المفروض كذلك نزيدوا الانفتاح على كل اليساريين والديمقراطيين كانوا فاعلين او مجموعات او تنظيمات. اذا هذه لحظه اساسيه، اليوم العائله اليسارية جزء كبير من العائله السياسيه كيتوحد في اطار فدارة اليسار الديمقراطي، ونتمناو ان غدا يبقى هذه الاراده ديال الانفتاح باش نوصلوا لهذاك الحزب الكبير اللي حنا كنحلموا به جميع، واللي اليسار عنده حضور وفاعل في المجتمع وحضور فاعل في كل الواجهات، في كل الحقول، لا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا الثقافيه، باش يقوم بالمهام نتاعو التاريخيه. البعض يقول بان الخطاب اليسار يعني خطاب تراجع في السنوات الاخيره، واش تتفق مع هذا الراي؟ الحضور ديال اليسار يمكن تراجع بطبيعه الحال، اذا كان حضور تيار والفعل تراجع، اكيد ان الخطاب غيكون تراجع. واليوم حنا بغينا نعطيو دفعه قويه بهذه الوحده هذه وبهذا الاندماج هذا للحضور ديال اليسار وخطابه القوي اللي خصو اكيد يتجدد، اللي خصو اكيد يراعي ما كاين الان من تحولات على المستوى الدولي وعلى المستوى الجهوي والوطني من تحول الاقتصاديه والاجتماعيه وغيره. وحنا كنظن ان اليسار غيرجع بقوه، ودليلنا على ذلك ان هذه المبادره عرفت واحد التجاوب كبير من طرف فاعلين اليسار في كل المجالات والحقول.